السلام عليكم، أنا أحمد عبد الكريم في لقائي الرابع معكم على البيان. لقائي بكم اليوم عن القرآن. القرآن واحدة من أعظم النعم علينا اليوم اللي تقربنا من ربنا كثيرا. هل أنت تقرأ ولا أنت ما تقرأ؟ فالقرآن هو الذي كما جاء في الحديث يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. فهل تريد أن يكون القرآن شفيعك يوم القيامة؟ أنت صاحب القرار.